تخيل معايا تكون وسط زنزانة فيها طواليت عبارة عن ثقبة فيها كتلوح المخلفات ديالك، وكل الهم ديالك الوحيد طوال سنوات انها ما تسدش هذيك الثقبة، حيت الا مشات حتى تسدات غادي تموت وغادي تغرق وسط المخلفات ديالك. وباش ما تخنقش لك هذيك الثقيبة خصك تقضي الحاجة ديالك في هذاك الطبسيل اللي كتاكل فيه، عاد شد هذاك الشيء تفرتتو وتديرو في هذيك الثقيبة باش ما تخنقش. تخيلوا ان وكان لي طواليت ضيقين مصون بين واحد الكيفيه بحيث ان البراز ديالنا كتفتو باليديك باش يخرج، ولا الا ما درتيش هكا ما يمكن لكش تعيش. هادشي شويه من بزاف ديال المعاناه اللي عاشوهم معتقلين سجن تزمان مارت. مرحبا بكم في قصه المعاناه والتعذيب ديال 20 عام في معتقل تزمان مارت، احد افضل مراكز الاعتقال السريه في العالم او ما يسمى بسجن الموت. في عام 1971 غيدبر المذبوح واعبابه الانقلاب على الحسن الثاني، وطبعا حتى واحد ما كان عارف هذا البلان هذا من غيرهم. نادو استغلوا الطلاب ديال مدرسه اهرم ام العسكريه باش ينفذوا الانقلاب، وقالوا لهم بلي غادي يديروا واحد الدوريه كيف العاده، ولكن هاد المره في هاد المهمه غادي نشدوا شي ناس توريين بغاو ينوضوا الفتنه في شي مناطق في الصخيرات، يعني خصنا نهجموا عليهم. هادي هي الكذبه اللي صنعها اعبابه المذبوح، حيت كون قالوا لهم غادي نديروا انقلاب غيرفضوا. المهم هادو كاملين ما عارفينش القصر ديال الملك فين جا في الصخيرات. ملي وصلوا بداو في التشنشيط بالقرطاس، دخلوا للقصر بالاوامر ديال المذبوح، ومنين دخلوا تصدموا لقاو راسهم كينفذوا في الانقلاب بلا ما يعرفوا. هنا حسوا بريوسهم ضحايا، قلبهم المذبوح واستغلهم، ولكن ما عرفوا ما يديروا في هذيك اللحظه وشبكوها قرطاس، حيت حتى داك الوقت اللي غتحتاجو باش تبقى كتحلل في وسط هذاك الموقف وهذاك الجو ديال القرطاس ما كاينش. وبعد ما فشلت المحاوله غيتم القاء القبض على كل شيء، وغيتم اعدام جميع الضباط اللي كانوا معاونين الكولونيل اعبابه. ما زال اليوم تنفيذ حكم الاعدام في 10 من الضباط الذين تزعموا حركه التمرد الاخيره، وهؤلاء الضباط هم الجنرال حمو والجنرال بوغرين والجنرال حبيبي والجنرال مصطفى والكولونيل شلواطي والكولونيل فنيري والكولونيل ببري والكولونيل عمي والكولونيل بنبصير والكوماندو المانوزي. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء المتآمرين في الساعة 11:15 من صباح اليوم بإحدى المعسكرات القريبة من مدينة الرباط. وصاح المتمردون قبل إعدامهم يحيى الملك يحيى الحسن الثاني، لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. طلب اللي متورطين غيعطيهم عقوبة حبسية ما بين 2 حتى 5 سنين، وهما في السجن العادي والسجن العسكري بقنيطرة، ومن بعد غيهزوهم من مطار الرشيدية ومن ثم للمعتقل السري ديال تزمان مارت. وكيف قلت لكم هذا الشيء كامل تم بواحد الطريقة اللي سرية بزاف باش ما تدخل لا منظمة دولية لا جمعية حقوق الإنسان لا حتى جهة معينة. والهدف الأول هو العذاب والموت البطيء تحت ظروف لا إنسانية. كان الغرض من إرسالهم لهذا المعتقل هذا هو أنهم يموتوا موت بطيء وفي أشد العقاب وأشد العذاب، لأنهم غادي يدوزوا قرابة 20 عام في هذا المعتقل هذا. 20 عام من العذاب، 20 عام من القهر، 20 عام من الجنون النفسي. كل واحد في زنزانة بحال شي صندوق، ما كاين لا ضو لا غطاء لا فراش لا والو. الموت ديال البرد في الشتاء والموت ديال الصهد في الصيف، زائد المعاملة السيئة والمعاملة السادية من قبل الحراس ومجر المعتقل اللي ما كيعرفش الرحمة. هاد الحبس هذا تصمم بواحد الطريقة اللي مرعبة، فيه 58 زنزانة مفرقة على جوج بلوكات، كاين بلوك أ وكاين بلوك بي. كل زنزانة كانت عبارة على بكيات لوقيد أو قبر 3 متر طول و 2 متر عرض و 4 متر في العلو. المعتقلين كانوا كيموتوا بالبرد في أيامات الشتاء بسبب هاد العلون المرتفع، وكانت مسقفة بالقصدير، يعني كانوا كيموتوا بالصهد في الوقيتة ديال الصهد حيتاش القصدير كيشد الشمس. باب الزنزانة فيه 7 ديال التقابي صغار وهما مناش كان كيتنفس السجين، وكيدخل منهم شوية ديال الضو في الصباح، اما بقية الاوقات فكان فيها الظلام ب 24 ساعة على 24 ساعة. المهندس اللي صمم داك الحبس غالبا غيكون شي واحد مريض نفسيا، ما كيعرفش شي حاجة سميتها الرحمة واختصاصي في التعذيب، حيت اي حاجة دارها في داك الحبس دارها باش تعذب هذاك السجين.
بدقة متناهية. وبغيتك تخيل معايا حجم العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي اللي كانوا كيعيشوه هذوك السجناء تمايا وهذوك المعتقلين ديال تازمامر في هذاك الوقت. ما بين 1973 حتى 1991 كان 58 شاب مغربي من خيرة الضباط والطيارين في الجيش كيدوزوا زهرة الشباب ديالهم فيما يشبه المقبرة للأحياء. والمؤلم في الأمر أنهم كانوا بريئين من محاولة الانقلاب بجوش، كل ما داروه هو تنفيذ أوامر الرؤساء ديالهم اللي هي مفروضة عليهم أساسا. وحسب روايات بعض الناجين من تازممرت بحال أحمد المرزوقي وصلاح حشاد والرئيس، فالغرض من إرسالهم لهذا الجحيم هذا ديال تازممرت كان هو يموتوا موت بطيء وفي أشد العذاب، حيث قطعوا عليهم كل أسباب التمسك بالحياة والتواصل مع العالم الخارجي، وعائلاتهم ما عرفوهمش فين غبروا، وحتى هما براسهم ما عرفوش راسهم فين كاينين. فهذيك 58 واحد فقط 28 واحد منهم اللي قدروا يصبروا ويتشبتوا بإرادة الحياة لمدة 18 عام، في حين ماتوا 30 واحد بسبب الموت والجوع والمرض والعزلة، كاين اللي حماق كاين اللي تشلل وكاين اللي بقى كيطلب في النجدة حتى مات، وكاين اللي مات غير بالفقصة. ووصل الأمر للأحياء أنهم كيتمنوا الموت. واخا نوصف لكم بشاعة الظروف اللي دازوا منها المعتقلين ميمكنش تصوروا ولا تخيلوا غير بدرة من دوك الظروف اللي عاشوها المعتقلين. تخيلوا معايا ما كانوش الطواليطات، كانت غير واحد تقيبة وتقدر غير بشوية تقدر تسد. وجاء على لسان أحمد المرزوقي اللي كان أحد المعتقلين أنه كان كيقضي حاجته في التبصيل اللي كياكل فيه، شد هذاك الشيء ديالو بيديه كيفرتتو وكيديرو في هذيك التقيبة. وهذا الشيء شوية من بزاف حيت كاينين معتقلين اللي فقدوا عقلهم جراء هاد الأمور اللي كانوا كيعيشوها، وكاين اللي شنق راسو حيت ما قدرش يستحمل هاد العذاب ويعيش في هاد الجحيم. أما الناس اللي بقاو شادين راسهم شوية فكانوا كيتمنوا الموت على هاد العيشة هادي. مين حلت عيني ما عرفت أش يوصل الأخيرة ولا في الدنيا، مين جاء عساس حل عليا وانا ناعس، قلت له ارجوك اعطيني واحد لوقيده. قال لي علاش؟ قلت له ودي عقرب عضتني الا ضربتني الثانيه تقتلني. بقى يضحك، قال لي العقرب والعقرب ما درت لك والو، انت جنيتي عليها، كون ما كنتش قصيها كاع ما تضربك مسكينه. تخيلوا معايا ان هذا المعتقل كان سري لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه حتى واحد ما كان سيق لي الخبر، لا راعي غنم ولا عابر سبيل ولا حتى واحد كيدوز من هذيك المنطقة، وحتى الناس اللي كانوا ساكنين حتى واحد ما كان كيعرف بلي هذاك راه معتقل سري كتمارس فيه أبشع الأعمال الوحشية التعذيبية في ظل وجود جهات الهدف ديالها الأسمى هو احترام حقوق الإنسان ومحاربة التعذيب. المرزوقي في واحد الفصل في الكتاب ديالو غادي يبدا يحكي على دوك 58 واحد اللي كانوا معاه، وكيعاود على الظروف القاسية اللي عاشوها واحد بواحد والتعذيب اللي تعرضوا ليه حتى ماتوا ودفنوهم في وسط تازممرت، وكانوا كيحبسوا عليهم الدواء وحتى الماكلة كانت قليلة بزاف ما كيعطيوهمش باش يتغطاو، لدرجة انهم كيجريو في وسط الحبس باش يسخنوا. وكيعاود على شي وحدين ماتوا غير بالبرد وشي وحدين انتحروا حيت ما قدروش يستحملوا هذاك الشيء اللي كيوقع تمايا. المرزوقي بصفة عامة كيعاود على داك الشيء اللي كان كيوقع في تازممرت، وذكر شي لعيبات بحال شي رموز لفظية كانوا كيتواصلوا بيناتهم بها، يعني واحد اللغة اللي كيفهموها غير هما باش حراس السجن ما يفهموا والو. هاد تازممرت ما عمر شي واحد كان غادي يعرف انه كاين ولا موجود على وجه الارض، وما عمر شي سجين كان غادي يخرج منه لولا واحد طيار من المعتقلين سميتو مبارك طويل مزوج وحده امريكانيه سميتها نانسي، وبالمساعده ديال بعض الحراس سواء اللي كانوا متعاطفين معاهم او اللي كانوا غيدوروا فيها صريف، قدر يسرب ليها عده رسائل فيها بلي راه مازال عايش في هذا الحبس قريب من الصحراء سميتو تازممرت، وحيت هو طيار كان عارف البلاصه بالضبط، وقال لها بلي كيعيشوا في ظروف كارثيه هو وعدد من المعتقلين، وطلب منها تعاونه خاصه انه كان مريض. هاد نانسي هي اللي لعبت دور البطولة في إفراج عن المعتقلين بحيث دات هادوك الرسائل للجمعيات حقوقية ووسائل إعلامية في أمريكا اللي غادا تمارس ضغط كبير على المغرب حيث بغاو يكشفوا على مصير المعتقلين. هاد الضغط غادي يتزاد بعد ما تسربت عدة رسائل أخرى للعائلات وزوجات المعتقلين، وكان السياسي اليساري محمد بن سعيد أيتقدر أول سياسي غيبدا كيطرح موضوع معتقل تازممرت وهو بدور ديالو
اقترح على رؤساء الفرق ولكن ما بغاوش ليه. هنا السي بن سعيد غيترجل وغادي يطرح القضيه ديالو بوحدو تحت قبه البرلمان في الوقت اللي كان فيه البصره كاين فيه نفي قاطع وجود اي سجن سري سميتو تزمان مرد. مع تسربات قصه المعتقلين كبر الضغط الاعلامي والحقوقي من خارج المغرب للكشف عن مصير المعتقلين في سجن تزمان مرد. وفي 23 اكتوبر 1991 غيحولوا المعتقلين لسجن العسكري بمدرسه اهرمومو وبداو كيوكلوهم مزيان ويتهلاو فيهم مزيان باش يرجعوا بحالهم بحال الناس حيت راهم كانوا بحال اصحاب الكهف في هذيك البلاصه، كانوا مجرد هياكل عظميه لدرجه انه واحد فيهم لصق ليه السروال مع اللحم، فاش بغاو يبدلوا ليه السروال يلبسوه سروال جديد لقاو السروال لاصق على اللحم. فاش كنا في ديك لاسفيلول كان عطيونا قميجه وسروال، هادوك مع الوسخ مع الفراش ما كاينش، مع وسخ كيلصق لصقوا لينا مع الجسم ديالنا، لصق لينا مع الجسم ديالي، وتندير شي فوقشي تا ولا بحال مطلسي بحال شي مطلى، وكنعس بهم بحال يعني واحد الانسان في الشارع بحال الزنقه صافي كتنعس بهم وكتفيق بهم في الارض. وكل ما تحسنات الحاله ديال شي ساجين فيهم كيعطيوهم مصحف عباره عن هديه لانه رجعت ليه الحياه من جديد. والحلقه ديالنا سالت هنايا، نتمنى تكونوا استفدتوا شويه، ولا بغيتوني نفصل لكم هذه القصه مزيان ونديرها لكم عباره عن حلقات حيت راه طويله وكاينين بزاف ديال القصص اللي وقعوا وسط هذاك السجن. انا عطيتكم السجن تزمان مرد شنو وقع فيه بخلاصه، ولا عجبكم الموضوع ما تنساوش تخليوا لي شي جيم وديروا ابوني الا ما مشتركينش معنا في القناه، مرحبا بكم، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. وهذه هي القصه ديالنا اليوم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.